أعزائنا المشاهدين، مساء الخير وكل عام وأنتم بخير. بيسعدنا أسرة برنامج ذكريات رمضان أننا نلتقي مع حضراتكم مع كل النجوم والشخصيات وذكرياتهم في رمضان. واحد اتنين تاركي ماركي في المدرسة تلات برنجي اكمني صاحي في الحصة وفي المذاكرة بتوسع وفي المذاكرة بيتوسع ولا بياخدش دروس خاصة. يا بابا ما توديني الكلية الحربية علشان أكبر تلاقيني ماسك بندقية أحمي وطني وديني وكل الإنسانية داريني بطلت سيرة سلطاني الطلب أعزائنا المشاهدين، بيسعدنا أن يكون ضيفنا في حلقة الليلة نجم من نجوم رمضان وبالذات الفوازير، سواء في بدايتها أو الفوازير قدمها التلفزيون وبعد كده مع شخصية استمرت في وجدان أطفال مصر والكبار أيضا، شخصية فطوطة. هذا بخلاف المكانة الكبيرة اللي بيحققها ضيفنا الليلة سواء في المسرح الكوميدي أو في الأفلام الكوميدية أو مسلسلات التلفزيون، النجم الفنان سمير غانم. أهلا بحضرتك. أهلا بك ست، وكل سنة وحضرتك طيب وأنتوا طيبين والمشاهدين بخير وسعادة. ونقول أكيد الفنان سمير غانم نجم من نجوم رمضان، فلازم يكون عنده ذكريات كتير قوي. طبعا. فنبتدي كده من الأول. يعني هو لو بدينا بقى من ذكريات رمضان وإحنا لسه يعني بقى صغيرين في المدرسة، يعني 7-8 سنين تقريبا إحنا في المدرسة قبل الجامعة، يعني عشان ما نكبرش قوي. كنا يعني كان رمضان ده بالنسبة لواحد هو صغير عبارة عن قبل حكاية الصيام، طبعا كناش متعودين على الصيام، إنما كان رمضان ده هو عبارة عن كنافة وقطايف وفانوس. فكنا نستنى بقى يعني رمضان ده علشان خاطر الكنافة والقطايف والخشاف. كان يعني كانت هيقلي إن احنا ما نكلش كنافة إلا في رمضان، الخشاف ده ما يتاكلش إلا في رمضان، وهي بترسي على كده في النهاية بالظبط. يعني حتى بعد رمضان الحاجات دي بتتشال، ما عرفش بتروح فين، تنحسر لفترة لا طويلة، بتتبخر يا إما بتتشال اللي بعديه، اتضح اتضح انها بتتشال رمضان اللي بعديه. كبرنا ودخلنا الجامعه وبدا التلفزيون بقى، فبدا رمضان ياخد صوره تانية بالنسبه لنا، اللي هي بقى مش بس ان هو شهر كريم وشهر عظيم وشهر حلو، بقى احتفال التلفزيون برمضان كمان اتنقل للمشاهدين بصوره جميله قوي. بدانا بقى ندخل في الفن، وبدانا الاول هواه، وقبل الاحتراف برضو لما جينا مصر وقابلنا الأستاذ محمد سالم. و جيتوا مصر منين؟ من الإسكندرية. يعني أنا بقولنا مصر، أنا كنت في إسكندرية، جورج كان في عين شمس القاهرة، الضيف الله يرحمه كان في آداب القاهرة، فكان هما بيجوني إسكندرية يشتغلوا معايا هناك. وبعدين لما جينا جاني جورج وقال اشتغلوا على مستوى الجامعات في الأول، بس مستوى الجامعة، حفلات في الجامعة ومبسوطين أو حلوين أو فلا، مش في مخنا ان ممكن الواحد يعني ياخد مرحله الانتشار اللي احنا فيها. طبعا يعني كانت حلم بالنسبه لنا، مش حاطين منشغلين بيه، يعني مستمتعين بالفن، ما فيش مستمتعين بيه لا اكثر ولا اقل يعني. فبدا التلفزيون وبدانا في مع الاستاذ محمد سالم باختصار شديد لحد ما بدات فكره الفوازير، وكان الله يرحمه الاستاذ الشاعر حسين السيد بدا يكتب، وطبعا شغالين من غير الوان ومن غير، وكانت فيها تلقائيه طبعا بسيطه. لذلك انا اذكر مره الاستاذ محمد سالم في حلقه من الحلقات بنفعل في حته، قال ايه يا واد انت بتمثل؟ واحنا جايين نمثل فوازير عايزين نضحك. جيت في مره لابس لبس نيرون، قال لي انت عامل ايه؟ قلت له نيرون. نيرون ايه؟ روح البس ست. استاذ محمد البس ست ليه؟ يا البس ست بقول لك عايزين نضحك. يعني هو كان ايه؟ كان كل الاساس الفكره عند الاستاذ محمد سالم الكوميدي،
فالبسمة وكان طبعا مع الأستاذ حسين سعد، كان عظيم برضه في كتابته وأغانيه، وكان يمكن الناس يذكروا بقى بوين 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 بوين، كان منير مراد الله يرحمه. كم سنة ورا بعض برضه كان التتر، كم سنة بالظبط المرحلة دي؟ أفتكر حوالي 10 11 سنة، مدة طويلة. أنا مدة طويلة الحقيقة يعني، و بس ايه بقى اقول لحضرتك، ما كناش بنتعب فيها قوي زي دلوقتي. يعني ايه، ما كانش فيه التكنيك، ما كانش فيه الزراير الرهيبه، ما كانش فيه حته الابداع، كان كل التركيز على مشاهد كوميدي ظريفه، فرس تعدي بسرعه، وكانت الحلقه قصيره 13 14 دقيقه مش اكتر يعني. طيب ده بالنسبة للفترة الأولى، بعد كده ظهرت شخصية فطوطة، تحكي لنا عنها بقى. هو الأستاذ عبد الرحمن شوقي لما كتب النص كان كاتب على أساس إيه، في فكرة ابن بطوطة اللي هو الرحالة، فقال لك فطوطة ده هو اللي بياخد سمورة وبيلففه العالم. فحتى لما بدأت الشخصية وسماها برضو رسينة على اسم فطوطة، قال الأستاذ عبد الرحمن استوحى اللبس من، لو تذكر حضرتك، المتزوجون، يمكن أنا مشهور شوية بالكاركترات يعني لبس الغريب حاجات فهو استوحى دي من فكرة لما لبست أنا في المتزوجون البدلة الواسعة، وبعدين لبست البدلة ده، فقال لي ليه ما تبقاش كده، ورسينا على اللون الأخضر، وكلنا حبينا هذه الشخصية، حبينا يعني. الاول كنا مشدودين، متخوفين، ما كناش نعرف انها تدخل بسرعه لقلوب الناس بسرعه غريبه. يعني انا ما انساش المرحوم صلاح جاهين برضو كان قال لي في مره، قال لي يعني انت دلوقتي الشخصيه دي ما حدش يكتب لك ليها الا الاستاذ عبد الرحمن شوقي. يعني كان عايز يكتب لفطوطه، كان عاوز يكتب لفطوطه حقيقي. وبعدين كتب بره عنها، قالك من احسن الشخصيات اللي ظهرت اللي ممكن تاثر على الطفل تاثير مباشر. جيت انا بعد كده في على مدى الثلاث سنين بقينا نصعد شخصيه فطوطه، بقيت اعيش جواه يعني، يعني احس مثلا ان ده انسان ربنا خلقه كده، انما قلبه ابيض دمه زي العسل، بيحاول يفهم يعني، عايز ان هو شخصيه كبيره مهمه ومهمه جدا، وفاهم كل حاجه ومش فاهم حاجه خالص، وقوي وما هوش قوي، كذاب وما هوش كذاب، يعني انما اتكون بقاله شخصيه بداخلك بداخلك يعني. وبقى بالظبط شخصيه مقاربه يمكن شخصيه ميكي ماوس تقريبا يعني نفس انا سافرت بره وشفت ايه اللي بيتعمل لميكي ماوس، وبقيت اغمض عينيا واقول لو يتعمل لفطوطه زي ما بتعمل ميكي ماوس هيبقى نفس نجم عالمي بالظبط. فبدات بعد كده، بعد ان انا عملت فوزير ثلاث سنين، بدات بعد كده تجينا عروض ان انا اعمل حفلات للاطفال بشخصيه فطوطه، بقيت مرعوب. طب هعمل فطوطه ازاي؟ زي الطفل تعود انه يشوف فطوطه لو على مسرح وعلى مسرح. انما تغلبت بهذا ان انا والطفل عموما بيحب فطوطه من خلال سمير غانم، فببقاش يتضايق لما اشوف سمير غانم وعارف ان هنشوف فطوطه بعدين. فبقى الشو يعني اغاني حلوه للاطفال، حوار ظريف معاهم، يعني الطفل بقى يقضي وقت ساعة ساعة ونص، وبينين نشوف فطوطة في الآخر بشيء من الخدع مع الإضاءة، مجموعة راقصين لابسين لبس كبير، فبستخبى في وسطهم وملحدهم يروح. طب هو ده سؤال برضه أنا عايز أسأله، هل ممكن فطوطة يظهر على المسرح بسهولة؟ يعني اللي أنا أفهمه إن فطوطة على في الفيديو الخدع هي اللي بتديله الحجم ده، دي كانت صعوبة بالنسبة لي. يعني أنا بقالي دلوقتي يمكن ست سنين الحفلات فطوطه بتتعمل، والحمد لله بتلاقي نجاح برغم انها متعبه بالنسبه لي قوي. لان ما تصوريش حضرتك لما تقعدي في وسط 700 طفل وفي نفس الوقت كل واحد بيسال سؤال، يعني انا ببقى واقف بقول يا رب اطلع سليم، بدلتي سليمه، بنطلوني سليم، يا لهوي. والطفل بطبيعته يعني لازم يشد حاجه، وفي اطفال ما شاء الله اقوياء يعني. مره واد جابني من الجاكيته كده ما اعرفش ازاي، لقيت نفسي في الارض وفين فطوطه، يعني قلت له فطوطه جاي، فطوطه ما تقلقش،
هو من الولاد ما شاء الله، ومامته فرحانه بيه قوي يعني، قاعده سايباه شايفاني بتبهدل الا ما تقول يا واد اسكت. لا 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 لا، تقول عاوز يتصور معاك، انا اللي جريت اتصورت معاه يعني. فانا تغلبت على الحته دي، بحيث بالتدريجي بقيت احسس الطفل ان فطوطه بيشوفه في التلفزيون صغير، انما هو في الطبيعه باللبس ده بالمنظر ده، واللي اقنع الطفل الصوت بس. وبعدين عملنا مسلسل لفطوطه، عملنا السنه اللي فاتت مسلسل ظريف او 18 حلقه، ودي كان اول ما انا رشحنا فيه، ده كان المفروض يعمله الحاج فهمي الله يرحمه. لظروف بقى انشغاله بالفوازير، لان الحاج فهمي الله يرحمه كان يطلع من الفوازير يريح 24 ساعه ويبدا في الفوازير. حقيقي لا يا اخويا، انا مش واخدك معايا في التاريخ تاني. علشان سلامتك عينك زايغه، وكل ست تشوفها تشبط فيها ويجي لك حاله ذهول. ايه ذهول ده؟ انت هتحكمي فيا؟ لا 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 لا، بقول لك ايه، انا حر. وانا كمان حر. يا ناسي مش كده، اهدوا شويه. امال الله، يا سلام عليكم، يا ريتني ارجع شباب. ما شاء الله عليكم، عصافير بينقروا في بعض. انا ممكن اكون واقف في وسطكم زي العزول. بقول لك ايه، انا ساكت مش عايز ازعلك، ومحترم الراجل الأزع المحترم اللي كان هنا. يا سلام. لا انا محدش يتحكم فيا ابدا. ولا انا يا اخويا. وانت انا عشان حته جنيه زي القمر بتظهر وتختفي في اي وقت هتذلينا بقى، وايه اللي اخدك الف بيك في التاريخ؟ لا عندنا عربيات ونقدر نلف في التاريخ وستين تاريخ كمان. وانا كمان عندي شويه شبان عفاريت زي القمر. لا انت بتغزيني يعني؟ يسلم، ومفيش حد حلو الا انت، ولا عشان عينيك تجنن، خدودك اللي زي التفاح، وشفاشفك اللي زي الكرز. ايه شفاشفي دي؟ يعني زي القمر هتزلينا؟ لا ما احنا برضو حلوين قوي يعني. خلاص اتفضل قولي القسم اللي يصرفني بقى، وكل واحد يروح لحاله. كمان تصوير فطوطه كان بياخد شغلانه، اللي هو الكروما والخدع، ولازم الحجم يبقى قد كده، ولازم الشعر ما اعرفش يبقى ايه. ساعتها ده انا كنت يعني لما كنت اخد وقت في تصوير فطوطه ده، اخد ركن كده وافضل اشتم في فطوطه وحكايه فطوطه، لان بهدلني معاه يعني. حضرتك بعمل الدور مرتين، مره فطوطه ومره سموره، معين الاثنين معاه. طب فطوطه بقى، في عيون دنيا وامل، بنات الفنان سمير غانم، نندههم الاول نسالهم. يا دودي، دنيا، هما بقى يعني تعودوا معايا يحضروا حفلات فطوطه، هما ما حضروش في التلفزيون، بس انا جبت لهم كل شويه. تعالي اهلا اهلا. الانسه دنيا اهلا. من يعني ما سلمتي. وفين امل؟ سلمتي. فين امل؟ فين ايمي؟ تعالي يا ايمي. ها فين ايمي؟ تعالي يا ايمي. ايوه اهلا حبيبتي، تقعدي جنبي. فكره دنيا فنانه كبيره قوي يعني، شطار في المدرسه. قولوا لي بقى الغاوية هي يا فندم، احنا قلنا ايه هنتكلم بقى؟ مش انتوا جايين مخصوص عشان تتكلموا؟ طيب اسال مين الاول؟ دودي بتحبي فطوطه؟ لا انا عايزه اسمع صوتك. طب يا ها؟ ايوه. بتحبي قد ايه؟ قد البحر واكبر كمان. طب بتحبي فطوطه ولا بابا؟ الاثنين، الاثنين هم بابي هو عامل الشخصيتين، انا عارفه. هي فقستني بعد سنه. ليه بقى؟ عشان ده احنا ايه بقى في التلفزيون. تعرفي تغني لي فطوطه يا دنيا؟ اللي حفظت حاجات انت وامل كده. تعرفوا تغنوا لي فطوطه؟ هم حافظين. طب يلا يلا تعالي، يلا تعالي هنا انت جنبها كده. لا بس تغني معايا. انا طيب هغني. وبابا طبعا هيغني معاك. دوريني فطوطه سولاسي سامورا، دوريمي فطوطة سولاسي سامورا، دوريمي فصلت سيلا سلفامي. كان في واحدة ست عندها 12 بنت، جم قالوا لها يا ماما يا أجمل ابتسامة، عايزين ناكل توت، عايزين ناكل توت. لفت ماما في السوق من العتبة لباب اللوق، قالوا لها التوت دقية ما في جنينة عم سلامة، من إبريل أسيوط، ومن إبريل أسيوط. يا خداري مي فصل ده فطوطة، بيقول ليكم، بيقول إيه، افتحوا إيدكوا هيديكوا، يدينا إيه، جوز ولوز وملبس
وحلبة خضراء على ترمس. طب دي أغاني بابا فطوطة، لو طلبنا من دنيا وأمل يسمعونا أغاني بتاعتهم هما بقى يغنوا لنا إيه؟ يا ماما ستو يا سكرة، إن شاء الله دايما منورة، احكي لنا حدوتة يا ماما ستو، بس وعي تطلع قصيرة. يا ماما ستو، يا ماما ستو، يا ماما ستو، بعدين ايه كان في بنوتة حلوة وبتكوتة، كان في بنوتة شعرها بالنص، قالت يا هاتي أبس عاتي أبس الهاتي ابن السلطان. يا ماما ستو بلاش تهويل، هي أمه كان في رأس زمان. طب هتسيبوني وسوقوا السي وفرجوا على رأس زمان؟ آه يا لا 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 لي يا للي، آه يا لا 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 لي يا ليل. النجم الفنان سمير غانم، بنشكر حضرتك ألف شكر على هذا اللقاء. أعزائنا المشاهدين نشكركم، ولنا معكم دائما لقاء وذكريات.